سؤال اللي بيطرح نفسه، متى يحصل المريض المصري على خدمة صحية جيدة في المستشفيات الحكومية؟ وان انا العبرة عندي بان هو ياخد خدمة صحية ان كبار المسؤولين في الدولة والوزراء المحترمين لما يعيوا يخش يتعالج في مستشفى حكومة، عشان انا كمواطن اتأكد انه هيحصل على خدمة صحية، ما يروحش مستشفى خاصة هنا او هناك. فضل. وعليك لازم تعرف احنا ماشيين ازاي. احنا الوزارة ديت او الحكومة ديت ماسكة الوزارة بقالها 3 اشهر، احنا بقالنا 3 اشهر بالظبط. طبعا انا جيت لقيت الوضع كما هو عليه، لقيت نهايتي يعني كان لابد هناك من حل. لقيت الوضع لما هو عليه زي كم سنة فاتت، وحضرتك متابع اكيد بالتأكيد للحركة الصحية في مصر زي من 20-30 سنة، هي نفس الحاجة ما اتغيرتش. لا لا لا، ده راجع لايه؟ لفشل الوزراء السابقين؟ لا انا مش بتكلم، مش كلامش على اشخاص، خلينا اقول على منظومه كامله، خلينا اتكلم على حكومه كامله، بلاش اتكلم على اشخاص. هل الحكومات السابقه لم تكن تضع الصحه في اعتبارها او في اولوياتها مثلا؟ خلينا اقول ان هي ما كانتش شيء هام جدا بالنسبه لهم، لكن احنا الحكومه دي شايفه ان الصحه ده الملف الحيوي الاساسي اللي بتمشي وراه. في عندنا بعض الحاجات، يعني انا اعلم جيدا من خلال وجودي في هذه الحكومه الاهتمام الشديد بالتموين والاهتمام الشديد بتخفيض الاسعار، ده شيء طبعا موجود عندنا في هذه الحكومه. الاهتمام بالاراضي الزراعيه الجديده، الاهتمام بالمساكن الجديده، يعني مشاريع عملاقه. الصحه تيجي نمره كام في اولويات حكومه دلوقتي؟ من الاولويات الاولى. ايوه. يعني احنا انا عايز اقول ان مفيش مجلس للوزراء الا وبيناقش فيه قضيه هامه للصحه، يعني كل مجلس بيناقش قضيه يعني هامه. يعني انا كان عندك مجلس وزراء مظبوط؟ بالظبط. يعني عملت ايه القرارات اللي خدتوها للصحه؟ حاجتين. إيه؟ القرار الحاجات الحاجه الاولانيه كانت مناقشه تدريب الاطباء. طبعا. وشغالين فيها عشان تطلع بشكل جيد. الحاجة التانية كانت المصانع اللي احنا شغالين فيها للخدمة الصحية، زي مصنع السرنجات ذاتية التدمير، زي مصنع الأمصاب، زي مصنع الألبان، زي مصنع مشتقات الدم.